28 دقيقة رجعنا معكم في نوفيل جينيراسيون موسين حتى لتسعة. تعليل تحية لكم ناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا كالعادة. موسين بنفس الفريق على يميني مروان بوزين ليديا العسلي هلو هلو أحمد العجيمي بونسوار بونسوار يحضر معنا جوبانتيني شنية بابا لا قويلي عن قويلك اي مؤخرا كنت بعيد على الميكرو شويه صحيح برافو يا انديامو نحضر معنا ليليا المعمري اهلا وسهلا ومن اول حصه متسلقه الجبال وميمه ترد سلام محليها نحس رح ننقز سامحني سامحني قال اسمه جوبانتيني جوبانتيني قلت جوبانتيني شنو معناها جوبانتيني ما نعرفش يا ودي ليه انا والله ما نعرفش اسمه جوبا يهديكم ربي اسم جوبا يخدم معنا تو عنده ثلاث جمعات ما نعرفش اسمه انا نعرفه عندي عميل طول عيط له باسمه اجنان وحس تعارف في بالك بوه عيط له جوبا انا اخوي اسمي غايف بالله ليزي بالاول جايب جوبا اسمع سايب علينا غايف شوف حاجه اخرى والله غايف شكونه هذا والله هنا غايف من شو انت تحب من جوبا تمشي لغايف ليه انا نحب نبقى جوبا ما ترقع باذن الجوبانتيني من اللي جبت هنا اللي جبت هنا جوبانتيني جوبانتيني تربيجه ابو تربيج على جوبا هي جوبا ديجا شو هي راه ابو زيد معناها تتربش بالتربيجه هو اللقب بالصحيح شنيا اللقب لقب العائله ورديين باشا تحسوا نهش في حي تضامن ورديين باشا تحسوا السلطان حكم عليه واحد بالاعدام شنو مروان وليش تلبس برقاب ايوه لا خلاك وتنمر بربي يسيو منه عكشتنا اسمع مشيت مره بحذا جوبا هو وابوه فهمتني يا اخي قعدنا شويه وجوبا ما عادش قاعد يلعب ولكن تحكينا كيفاش جوبا نهارتك بي اخويا العزيز الوالد انا كباس كنا من احنا صغار يراني نلعب يقول لي ديزي من لعب يزي من لعب يزي اي كان ناقص توك كبرت وليت ندخل في طرف فلوس من لعب ولا يدخل علي بابا قال لي ما نلعبش العب عيش ولدي العب شو العب النفاق الابوي يلا ثبتوا لي في الاخر وما ترات سور ما طلعش وما درشنيه وانا زيدك لقب لا 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 نحكيوا على دي جي تال وما ترفق نستخدم الانستغرام جاتني مصادر موثوقه اي فوق 30 مليون كله بشويه باش ما يحسدوهاش فوق 30 مليون فوق 30 مليون في الشهر قال لك فوق باكثر 40 مليون بالله 50 احمد العجيمي عسلامه حاضره فقرتك كيما حاضره توندونس قد ايه عندك ملي حضرت 3 ايام توندونس توندونس اليوم 3 ايام يلا توندونس العجيمي هاي سيد احمد نفسر الاميمه توندونس شنو هي ندخل على اليوتيوب اميمه نشوف شنو الفيديوهات اللي شعب التونسي يتفرج فيهم اكثر فيديوهات اكثر فيديوهات عاملين ما تشوفش اما راهو يتعب برشا راهو حاضر في توندونس قاعد يتعب برشا اكثر فيديو عاملين فيه الفيديو الاولى طارق في توندونس تيتر نتاعها مختار تليلي اي احمد دخلت الفيديو لقيت مختار تليلي في الفيديو قال انا غاضب من اميمه تراد بسبب اختيار اسم جبل من جبل صندوقو كيفاش هو مروان؟ تايا يا شو هو الجبل هذا؟ أرارات اسمع انا وينيت فيه الأرارات هذا وقتها عام 2008 من زيت موفيتش لحظة سيد الرئيس وقتها سنة 2008 سيد الرئيس غبعتني الأرارات وطيعت الجويات الكل الأرارات وهبطوا من الأرارات ما فيهم حتى واحد عنده وياي صالح الأرارات والكل هذوما طارق دخلت الفيديو لقيت ابو مختار تليلي ابارما ما يحبش يقدم شكايه وكل شيء خاطر حاسس بالاستفزاز فيه اما ما فهمتش علاش فما فيديو اخر على اميمه شنو خبر صعود جبل اشاعه طلع في بالكش وش طلع تحكي طلع فريانه طلع فريانه طلع فما هضبه فريانه هي تعجيز الفوق وكتريت على الجنب بك والثلج والثلج هذا كمرون يعطس لا 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 الكلام العجيمي صحيح وانا توا بالظرف الاوف غزرت التليفون نلقى ميكينج اوف الفيديو اللي هي هبطتها هذاك الكل كروماكي اخضر اسمعني يا ربي وحدة في استوديو تعرف مين توا قاعد تخمم تقول يطلعوا شي بالرسمي ذو خرجوا بيا ساعة نذكروا اللي خلطوا علينا توا 5137 متر طلعت أميم ومش في تونس اي وما الجريسا جات اوي خلطت معناها وبالتعب وجات يا اخي معناها ما كديش تروح كعابي الفيديو الاولى في التوندونس طارق عامله 200,000 فيو في 19 ساعة باهي أول مرة أحمد حلمي يعترف لمنى زكي بحبه شوفوا هي عملت ايه
شوفوا هي عملت ايه مع الرسين عندهم 17 سنه. منى بتعمل ايه؟ عنده قد ايه؟ 17 سنه ظهر لي. اما ذي اعترف لها في 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 البلاتو معناها انت تؤمن احمد العجيمي بالاعترافات تاع في البلاتوات وهم معرسين؟ انا نؤمن وديجا في بالي مش نعمل اعتراف توا. ما نمنش بها ويكذب عليك نقول لك علاش ليليا. ليليا لا لا ليليا نصورش. ليه باش نعترف له ميمه اللي انا معجب بليديا. ما بيك من صالح عرس وليد. ما نمنش انا طارق بالحب بالخد كيما قلت لك في البلاتويت تو زوز معرسين مشاهير. شبيك تنرفزت؟ يتشنج ما تتنرفزش. لا بقصش عليا. تو زوز معرسين يبداو عندهم 20 سنه معرسين. تجي في البلاتو معناها قدام الناس تقول نحبك كيما ما قلتلوش في الدار قلتلو في البلاتو. ايش المشكل؟ شنو هي تقاه متعاركين البارح فهمت دونك ما رضاتش. والله شيرين وقتها هي وراجلها قالت لك متعاركين عركه كبيره برشا وعمل لها عملت في الفيسبوك معناتها. لا وقتها لونسمون دالبوم جوست فازا باش الالبوم يتباع برشا. بعد بسر هي بتغنيه بسر اي بسر يقول حبك من هي بتفيلم كل عادة بسر كل عادة يضربوا بعضهم في الغنية اللي في الفيلم وبسر ومزوز بطولة في الفيلم صحيح ومش بيو بسر بيه من صالة عرس وليد اشتعلت اجواء الفرح. وليد زي فهمتوا شكون صالة عرس وليد هي سالة اسمها عرس وليد ولا هو عرس وليد في السالة؟ عرس وليد عرس وليد في السالة طيور الجنة. لحظة فوالا وليد هذا بتاع طيور الجنة. ليش بتكذب يا وليد ما بتعرف انه حرام؟ والله لا استنى عرس وانت ليه كنتش تعرفهم انت برسي بلا هي بجبولتك وقتها. والله هلا 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 ترفضني نطلع جبل. شو شو التيتر نتاع الفيديو ذي؟ والله عامله 500000 في 8 سوايع. حلفت راك زوجتي صدمتني واختها دلعتني. والله تيتر عامل 500000 ما تقولوش هذا في اللونتين. ما تقولوش في اللونتين. دلعتني ما نقولهاش في اللونتين. دلعتني جابت له دلاع راهو. انت كيما تحب تفهم بتهزها للسونس الخايب. فيديو اخر هذا ولا ما فهمتش التوانسه باش يتبعوا طارق قرار صعب اسم الفيديو. اختاروا معي قصه شعر تونس سبني. اي سبني فما ناس برشا كيف فما نعرف برشا عباد. هذايا في التوندونس. اي ليه بالحق موجود فما برشا ناس التو وصلوا بعد عدد كبير من العمر اللي عاشوه ما وصلوش لحجامه تناسب هم ولا اشعارهم. فما ناس قررت راس شويه بلي عايروا فيا براسي على اساس يبيعوا فيهم وشريت راس خايف. على اساس ذوقي هذا. هذا مش ذوقي انت ذوقي فهمتني. هذا ما انت عباره يشبهوا راسك بس بدري صحيح. مش نقول ايه انا ما قلتش انا ما راهو هكا معناتها ليديا اش عندي نعمل انا ليديا حسن تفضل خويا هاي العشيمي كمل اشياء اخرى الامام ما ترفش بقى هذاش موجود في التوندونس هذاش موجود في التوندونس هذيك صحه مع العجيمي. ميرسي بوكو تعب التوندونس تعب وعارف فماش حاجات في الدين فماش حاجات في الدين. صوره الكاف كالعاده في التوندونس موجوده في التوندونس عملت مليون فيو اليوم. اي اي اما بار كونتر صوره بقره طالعه في الاكثر اكثر توندونس من بندل القارة وعملوا شيء يوتيوب جديده بالحق وعبيت تبع فيها اكثر. يعطيك الصحه احمد العجيمي. ليليا المعمري تلتحق بينا. اي مش مصدقه اليوم على شنو بالضبط؟ القهاوي. القهاوي يلا تتسويت مش مصدقه مع ليليا. مش مصدقه انا مانيش مصدقه القهاوي ساعه عليها اربع سوايع في قهوه يا اخي. معناها انت القهوه اللي تطلبها ما توفيش. معناها انت تمشي القهوه اربع سوايع على كيس كيما هكا. الوي على الاقل كي تحب تقعد اربع سوايع خذ كيس كيما هكا. كيس كبير كيس معناها الحق كيس قول عليه كيس. تمشي جدنا الماكينه اللي نعصروا بها. لا لا الماكينه ما نجمش نجيبها. جماعه هذو والله ما نعرف هكا جبتهم بكا جبت معاهم زوز كيلونات تحت الطاوله جيرون دونك يخرج دجاج. ما تعرفش لي هذيك بدينار وهذيك بشوني ب 5000 وهي راهو قد ما الكيس يبدا صغير والقهوه تبدا قدنا هكايا قد ما القاعده تطوي. اما كي يبدا كيس هكايا راهي القاعده تقعد غدوه معناها ما يقال تقعد الغدوه. سا ديبون الكيس. اي كي القهوه تتسكر يكملوا القهوه قدام القهوه. جماعه هذوما يبداو اربعه يترشفوا في قهوه. القهوة ما توفيش راهو يبدا هذا يشرب لاخر يشرب في نفس الكيس وما توفيش. انا نعرف شكون قهوة كمل بها كوب دي موند كل. كي شوف لي حل. اي نحب نقول لهم يعطيونا الريسيت نتاع الاقتصاد والتصرف اللي يعملوا فيه. اي صحيح برشا ناس هكا منهم كورنيكور بحذاك. اي
وعندي مشكل مع السيرفر. كيفاش يحفظ مطالب العباد الكل اللي قاعدين في القهوه؟ كيف انا امي تعيط لي باش تقول لي برا جيب لي حاجه، نرجع لها نقول لها يا اخي انت ايش قلت لي جيب؟ انا نحب نسال السيرفر. اي صحيح، نحب نسال السيرفر ونقول له منين شريت الكارت ميموار؟ قد ايه مستحقتها باك العام الجاي؟ دونك نحب على كارت ميموار. انت باك عام جاي وبعدين توا ماكش تري بزاف. لا مانيش الريت. باش تنجح. ميرسي على الهزيمه. باش تنجح في البي تي بي. المشكل مش في اللي يلعبوا، المشكل في اللي يتفرجوا في اللي يلعبوا. الجمهور هذيك من بعيد تراهم اكسيدون، كيبداو الكل على بعضهم من بعيد تبان كل لحمه هذيا اكسيدون ما عادش فيها. هذوكم اسمهم النباره. صحيح. ما يعرفوا حتى شيء راهم اللعب، اما شيختهم ينبروا ويتفرجوا. كيفاش تعرف قهوه باش تسكر طارق؟ يمشي حمد العجيمي يقول محلها، يبدا يلم في الكراسي. لا كي تصير عركه. كي تصير عركه اي عارف لو سيرفور يخلي العركه، اما هو يمشي يبدا يلم الكونتوار. لا زيد يرحل هذاك خاطر الكونتوار يرحل، وفي العركه ديما تلقى شكون يمشي وين تاع الفلوس هذيك. لا في العركه السيرفور يبدا يجري يلحق فينا شكون باش يقطع وما يخلصش. يلم صحيح. انا عندي 3 ملايين مانيش مخلصهم في عركات. ولا اسمع، ولا تفرج في المنتخب ودقيقه قريب يوفى الطرح 80 وهو ليكيب خاسره. قول لك هذه الظاهر فيها زعمة متغشين يخرج في دقيقة 89. انا وليت نختار البلاصة باش نعمل فيها قهوة، ندخل فيسبوك شوف تشنج في المكان الفلاني، نمشي نعمل قهوة غادي تعرف مانيش باش نخلص. العرق طارق توا انيماتور، سامحني ليلي انيماتور معناها تاخذ في قدر من المال معناها ما يكفي وما تخلصش قهوة. اسمها لا بليزونتري راديوفونيك كما ليلي نشرفوا. ما لها هروب. العركة يتسبوا فيها زوز، جماعة تحب الريال، جماعة تحب البرس. سامحني انت تسكن في تونس تحب الريال الوين والله هذه صحيحه على الاخر. تسكن في تونس دخلك تلقاه نغري على ميسي اكثر من ميسي. انت مارسيلو ما في بالوش بيك، انت موجود في تونس دول ما يعرفش تونس زمله. العركه ذي تبوها كما قلنا الريال والبرزا. انت تشجع في عبيد ما يعرفوكش عليه. صحيح عليك. يذولي خطر ورقه لاعبين ورقه. هذه مش صادقه مع ليليا المعمري. مش صادقه مش مصدقة. وميمة وانت طالع في الجبل تنجم انترتون تترشف حويجة بكيس كيما نكاية تقيل معاه مثلا، ولا ما عندكش الحق؟ ليه ما شربش قهوي طارق؟ ما شربش قهوي جملة باهي. نبدل تي. اي نشرب ماء والتي لخاطر الدنيا بيرلة. تشرب ماء؟ ملا بون كوما عنا. انا بيدي تعرف انا بيدي من اللي نحب الماء حتى انت. انا بيدي من اللي قالتها يا محلى الصدف، يا محلى الصدف دخلك الخاتم. عطشت تعرف شنو؟ عطشت انت؟ خذ هكا دبوزة قوبة بحذاك. يلا نتعداو التصويت الى مجلس الشباب. مجلس الشباب. في مجلس الشباب في العادة وما ناخذ الشبيبة في موضوع جدي. لأنه أحمد العجيمي ما عادش يخلينا نقعد في موضوع جدي أكثر من 30 ثانية ولا دقيقة، فوليت ناخذ حاجة من برا. فما دي كلوب مروان عاملين مساعدات وإعانات للمكاتب اللي باش يرجعوا لقريب يقراوا يلموا في مساعدات للتلامذة ذوما اللي محتاجين كتب كرارس اللوازم المدرسية الكل. معنا كلثوم الدريدي واحدة من الناس اللي مسؤولة على المساعدات هذه، ناخذوها بالتليفون ونشوفوا كيفاش بتصير الحكاية، التليفون اللي نجموا الناس يعاونوا به وتفاصيل الكل. أهلا وسهلا كلثوم. عسلامة طارق. عسلامة أهلا وسهلا. عسلامة ساعة مستمعين في الكل، وعسلامة لكيب نوفيل جينيراسيون. عايشك. الكلوب ساعة اسمه كلثوم؟ دونك الكلوب نتاعنا ساعة انا البريزيدون فونداتريس نتاع الكلوب هذيا، هو الكلوب لاينز كلوب تونس اي جي. هو موجود في اي جي بردو لانستيتيو سوبر دو جيستيون. اي والكلوب هذيا تعمل في ماي 2021، دونك احنا كلوب جديد وهذه ان شاء الله اول اكسيون لنا احنا. باه كيفاش باش تكون لاكسيون؟ شكون المكاتب اللي باش يقدموا لهم المساعدات؟ شنو هي النوم اللي باش يكلموه؟ اي دونك لاكسيون هذه هي اكسيون على الرونتري سكولير، باش نفرحوا بها الصغيرات ونزلوا لهم الحاجات اللي لازم باش يبداو بها العام الدراسي نتاعهم. دونك لاكسيون قررنا باش نسميوها هما مستقبلنا. هما مستقبلنا باهي. بالحق الصغيرات هذوما باش يكونوا مستقبلنا، هما زاد باش يكبروا ويعاونوا الصغيرات في الناس. باهي. دونك لاكسيون هذه اون فيت هي باش تخدم في ايكول مغيره انزيل في سيدي حسين. اي. وباش نعاونوا بها 106 تلميذ منهم 59 طفله. و 47 فوت. اي. دونك باش نجيبو لهم حاجات بالحق بازيك على الاخر من الفورميتيغ سكولاغ باش نجمو يبداو العام الدراسي نتاعهم افيك اكسيلونس.
دونك تو سامبلومون كيفاش قاعدين نلمو احنا اون فيت تاع عندنا دي سون هكا في كلكو ماجازون تنجمو تدخلوا على الباج فيسبوك نتاعنا والباج انستغرام ليونس كلوب تونس اي جي تشوفوا وين لي سون تاعنا موجودين وتعاونونا عندنا دي سون في ارينا في الباردو وفي المورشتيس وزيدا اون فيت نحطوا افيك ديسبوزيسيون دي نيميرو تنجمو تكلمو في اي وقت كو سوا انتوما وين موجودين في اي ولايه في اي ريجون تنجمو تلقاهم كيف كيف على الباج فيسبوك نتاعنا ليونس كلوب تونس اي جي وكنت نقولوا احنا ديما متصورين متوفرين في الهز الاعانات نتاعكم دونك فوالا انا بالصوت هذا نصور حتى واحد حق عشاه يتبرع به معناها تعرض واحد في الشارع تحكي معاه هكا ينجم يمد لك فلوس الكري والبي والضو يدينا صدقني يكون شغل تقول محليكم قبل اهلا وسهلا صحيح والله رجعتها في الاخر ايوه شنو النمر اللي نجم يكلموكم عليه كلثوم كان الناس اللي تحب تعاون بالطبيعه عندنا دو انفو لاين اون فيت لولين هو 29 844 نمرو ذي قلق فيه في الليل ديما انا باش تعطي اعانات طلبنا الناس كل اعانات دوك مخك البعيد دوك نمرو 29 844 بظهركم كلثوم معنا امامه اللي تدخل بالملايين اليوم في الشهر تقريبا قالت انه باش تعطي سوم كبيره ليكم انتم باش تعاونوا بها تلام صحيح ولا امامه صحيح صحيح قداش سوم تتراوح بين قداه وقداه نعطيها وندخل الحبس يعطيكم الصحة كلثوم على البادرة هذية باش تعاونوا تلامذة اللي قريب يرجعوا يقراوا ان شاء الله يكلموكم برشا ناس وانتوما ان شاء الله توصلوا للوزم هذية لتلامذة المحتاجين الكل يعطيكم الصحة انتوما واحنا مازلنا موصلين معاكم حتى للتسعة متاع الليل في نوفيل جينيراسيون فاصل وراجعين بعد شوي يلا 28 دقيقة رجعنا معكم في نوفيل جينيراسيون مصين حتى لتسعة متاع الليل تحية لكم ناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا تنجموا تبعثونا المواهب متاعكم على نمرو الواتساب 58 550 772 وتكونوا حاضرين معنا كيما يحيى اللي غنينا في الساعة الأولى وأطربنا وبكينا مروان خوري وبعد شرجع سادة يغنينا مشلامي أهوتشي بكينا على يميني مروان بوزين مونغاتي مونغاسيوغا على يساري أحمد العجيمي أهلا وسهلا الجوبانتيني غايث بنين باشا غايث وردين باشا ليليا المعمري اهلا وسهلا تحضر معنا أميمة تراد سلو الحاضر الذي لا تغيب ابدا بالاصفر ليديا العسلي هلو هلو مرحبا بيك ومرحبا بالعبيد تسمع فينا اليوم الى الوضعيات الخياليه تو تسويت لو كان على اساس لوجيك لو كان لو كان شبيك بابا قلت لك على اساس من الدينا ما حكينا شيء لوجيك كيف مرحبا بكم ديجا خيالك انا ديجا اللي انت معانا قرار مش لوجيك جمله كل شيء خيال يا طارق اسمع انا قاعد الرامن هنا في احمد بين زوز لابسين بالاصفر الشوفير تاع تاكسي الجامعي باش نذكر حاجه مش خيال برشا قريبه تنجم تصير لو كان سيدي تقوم الصباح احمد العجيمي بقى تقوم خاطر انت الصباح امبوسيبل باهي لو كان تقوم في اي وقت من الاوقات تلقى روحك الراجل الوحيد في العالم والعالم الكل نسى اي بتبالي هذا والبنات تقوموا تلقاو كلكم نسى وفما رجل وحيد اللي هو كل واحد فيهم كيتكلم الكلهم نسى اي الكلهم نسى شنو تعمل وين راجل واحد اي زهري ونعرف شنو 4 مليارات المرات هو اي 7 مليارات يذول فيهم 4 نسى مش تقبل بيا حتى واحد حتى واحده ما بتعجبها الراجل الوحيد 4 مليارات باش نطلع مانيش ذوق ام انت راك باش تكون مادامك الراجل الوحيد انت روبير الزين وقتها معناها نعرفوا معناها 4 مليارات نعتذر من روبير ام انت وقتها روبير الزين معناها العالم في 4 سامحني ها مانيش مسامح معناها 4 مليارات نسال كل مشهمين رواحهم وانا هو راجل واحد انت راجل وحيد صور روحك راجل وحدك بين العالم كله نسي وكلهم حتى واحده ما فيها روح لا كما تقول لي مش فيها روح ليديا شنو انت من الاربع مليارات هذوما وفما راجل وحيد كيفاش تتصرف انا في الحاله هذه نتخيل ديما بشرقك البنيه أي؟ اللي تقارن فيه صاحب صاحبتها اللي هو ما فماش من اصلا تعاريته جبلها ريتو شهدالها ريتو كيفاش هو معاه ريتو كيفاش يحكي معاه وانت كيفاش تحكي معاه لكو اصلا ما فماش لكو ما فماش ديما وانت تصرفك معاه كيفاش توري روحك واش مش تعمل لي اون فيت ما وريتهم كلهم فما راجل واحد كلهم شبدوا هكا هكا بي وشيخي ودرشني انما العكس بالضبط انت شطفيها باش نطفي مولا الدار موشوني وبرا كان انت معنى انت فما 4 مليارات نساء فما 3.9999 مش يوريه روحهم هو مشيت لهابك انت كشطفيه يلا
يا لور هذه هي يا لور عرفت يا لور تو يلقى وقت جوبا والله انا غايث وردانين باشا سامحني بيه حتى جوبا جاب بالاسم هذا مش باش يقبلوك اربع مرات سامحني ها انا ليه فرحان انا ما حاشيش بيهم يقبلوني اما باش نرتاح من الكانتير في الدخول في الليل خويا شنو اللي ديما مرحبا تفضل من ما نشيش السهريات ومش بورتيير تعرف نلقى بورتيير يا ما اي بورتيير يا مش تفركسني قداش كنت تجيب قبل في فيش في كونجيكيزون فرنسي انا عملت الباك نتاعي جبت اثنين اما غلطين غلطين ما نستحقش اثنين واحد نص طارق اربع مليارات نسي معناها ما عادش مسكيت جمله في العالم صحيح معناها راجل وكلهم يحكيوا فرد وقت العالم يولي طنجره كبيره انا خليهم الكل ونطلع جبل لا الله وقتها عندي بتجربك خاطر هي مختلفه هكا ولا اسمعني يتعجبوش هي مختلفه وراها اربع مليارات طالعين جبل الزبل مش يتيح قولي له مشيو نختلفوا كلنا في الجبل فلا صحيت انت العجيمي لو مثلا اللي انت معجب بها طلعت للجبل كيفاش تكون الدوموند بتاعك وانت في الجبل قرا غن خلاص ليه ما نطلعش ليه دخلت ما نطلعش نقعد في الجبل عيط يا ميما هبط ما هبطش عندي ما نحكي معاك علاش ما تحكيش معايا وانا الفوق علاش تحكيش معايا وانا اللوطه علاش تحكيش معايا وانا اللوطه اوطه على خاطر انا انا هوايتي الفوق فوق انت تنجم تطلع انا صوت الريح لا 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 مالا رانا ما نجمش نتقابلوا وميما خاطر نحب نطلع على الجبل ونعيط تلمو عيطت في الجبل نهار طلعش يا بي ابعدني جبل خلا يا بنتي ماكش بتختاني برا يا اخي مش قلتك ما تفضش توا مروان هو راجل واحد أي. واربع مليارات نسي مثلا كي قديش يكون عنده من ابوني مثلا الراجل ابوني هو باش يبونيهم الكل ساعه تلقى راجل ما بوني اربع مليارات اربع مليارات اربع مليارات ما ترفعش هذيك بتاع الانستغرام تكتب لك اربع مليارات ساعه باش نبداو واضحين هما نسي كي باش يلقاوك انت مشيت مع اربعه كي خمسه نسي نتصور اربعه يبداو راضين عليك اربع خمسه نسي اوتوماتيكمون البقيه باش يسينياليو الكونت الكونت عمره ما باش يعيش 24 ساعه انت تخيل دغلت وتقول لها يا شختي اما ليه عاد اما سامحني طارق الانستغرام الويه من اصله عليه اذا كان هما كلهم موجودين وحدك راجل عاد عارفهم الكل موجودين داخل الانستغرام باقي تلوج تقول هكا يولي انه انا عامل غايه الانستغرام الغايه اللي عاملها عليه انه نتعرف على بنات ما عملها انت الانستغرام ايش فيه يا اخوي هي غايتي اما انا ما نقولهاش يعني كل شيء ولينا نقولوه انستغرام راه ما فيه كان الغايه هذيك ابو والله وفما كوتشينج تعمل فيه اسمع اي وفما الانستغرام شنو فيه فما كوتشينج العجيمي العجيمي اسمع مروان معناها وين هز العلاقات قال لك الانستغرام احنا عاملينه فقط باش نتعرفوا على النساء بالطبيعه على البنات على المعرسين على المطلقين على العذاب على العذيبات على العذيبات الاموات الاموات كوبي براينت مثلا انستغرام وزاد قديم المليون بعد ما مات دار شهاده هي انت العجيمي مره قلت لي ما لقيت حتى حال في كبر انستغرام ليه الحق مش تم واحد كبر انستغرام عامل كوبي براين انا ما تقلقنيش عندي 4000 بوليك بيش غيظتني عندك 4000 بولير او بيش غيظتني بصراحه مع روحي كيف مثلا على روحك 4000 بوليك كلهم دعمي طارق انا ابو والله كلهم الكل بتعرفهم بعرفهم كل وكل قهوجت معاهم وكل سهرت معاهم كل نعرف 4000 الكل اسمع وكي تنقص جي من تصويت ويمشي عزي ديريكت لا عجيمي بالحق ماكش حاسس جمله اليوم 4000 بركه خاطر انا زاد مش حاسس اليوم 4000 انا دي بقول لي الفيت دوف بتروحك في الدنيا من اللي في بتروح الى في الدنيا لا في انا بدي نمن نمن انا عندي 3000 اما نمن بالفكره اللي تقول 3000 خيل وما مش واقع من من انا زيد ليديا وميمة من بعضهم مليون انا احمد انا كن نقول حاجه اما صدق صارخ سامحني ربي سامحني ذكرتك في وجيهتك وجيهتي ربي ابنيوني علاش وميمة طلعت الجبل وميمة كل واحد يعطيها دينار 200 مليون ربي انت طلعت ديشان انا علاش ها هو انت 4 مليون احمد اذا احنا نشاركوا مع بعض جيب 7000 خذوا مقلوب سامباتيكو وميمة اسمعني فما حاجة شافوه والله برافو فما حاجة اللي مستنسين عادي هذا كل يوم بكي راهو دم عادي عادي تبارك تصدقوا تبارك تصدقوا الفكرة الانفعالية ذيك ديما طارق فما هذا هو اللي كي تخرج معاه يقول لك نحبك انت واللي يبكي شميت لا فيه
جميل لافي نقول لك نحب نرمط عليك شو نقول لك على انستغرام يا ترى ما فماش ما اشمت مجموعه اللي عند احمد العجيمي في اللي في لي زابوني نتاعو على خاطر الفيديوهات نتاعو يعملوا 100,000 مشاهده عنده 100,000 واحد دخل وتفرج 4,000 كهو عملوا ابوني معناتها شمتها علاش فما 96,000 ما نعرفش الفيديو اللي ندخل الالجوريثم نلقى الفيديو نتاعي اسمع سيدي ولا يقول الالجوريثم لا علموه له توا ما تظلموهش ما تنفعلوش وما تظلموهش 600 برتاج على الفيديو وحد ما عمل ابوني ابون وسمعت هذه مؤامره هذه سمعت احمد انا نعرف علاش على خاطر كان يولي عندك برشا دي زابوني باش تتكبر سامحني حاب نقول باش تتكبر سامحني مروان حاب نقول 4,000 ابوني كي نعمل مسرحيه يجيو الكل راه 4,000 كي عملت الستاند اب 4,000 الكل جاي لا 4,000 شو يقولوا لك هنا جايين لا جاو كيف العرض جاو بالحق عبيت 4,000 المسرح اللي 4,000 اللي عرضت فيه في بنزرت انت عرضت في بنزرت مش كريم الغربي هذاك لا تفطرني تو مطمئن ما تفهمنيش قول لي عدوين في التورني مع جعفر القاسمي عرضت في بنزرت 4,000 عمل عرض اكسبسيونيل وندعوكم الكل باش تفرجوا في الورما شو نتاعو حاجه خياليه والله سورتيران العجيمي راه ما يكور معاه حاجه الحق ضامر مش راه احمد العجيمي اذا ليه ليديا انا معكش نزومر قدامها شو معكش نزومر قدام ليديا ابون والله نزومر ورا اذا احمد العجيمي فرغ من 4,000 يفرجوا فيك اللي باش يحضروا لك في المسرحيه شنو تقول لهم قبل ما نخرج اغنيه انت انا كل ما ندور الكاميرا امي تجي طارق ها كل ما الكاميرا خسرت الكاميرا امي دخلت من هذاك في عيد ميلادك ما عادش تتعاود سي نقول يلا نقول لهم باش تعديوا ساعه وربع دخلوا اي يمشي باش تعديوا ساعه وربع ضحك 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 تروحوا فرحانين وبرشا ديفو المو نفسهم مروان اللي خطبهم احمد انت ايش تقول لهم؟ نقول لهم بالرسمي راه يقول في راه ما نجموش نفتلكوا فيها نقولوا له يفتلك صحيت ان شاء الله موفق رسمي فيك ربي معاك ربي انا نوعدك نجي ان شاء الله ميمه ميمه انا نوعدك نقعد وراها انت جيب انت جيب 200,000 جيب معاه 200,000 جيب 200,000 هذوكم صحيت تصور ليديا وميمه ويجيب معاهم لي زابوني نتاعهم استدرج البرما بي استدرج راس 200,000 اكثر ما يكفيهمش صحيت ما يكفيهمش صحيت انت وميمه كيفاش هو يتفرجوا 100,000 اما 4,000 بركه يابونيو شنو هي السر باش 100,000 يابونيو بعد ما يتفرجوا يضحكوا أبار تسلق الجبال انا نعطيك فاز انا نعرف الحل شنو لازم نعمل فيديوهات بجيب ناس والله كيفاش نقول لك الالغوريثم عنده ثقه اللي حتى ميسالش اللي ما عملكش ابوني تو عاودي حط اخنوا بعكس هذا وميم اخنوا جيب ادخل انستغرامي تو تشوف صحيح اللي لازم شورت مش صحيح عندها تصاور في البحر بكيني وي مواصلين معكم حتى لتسعة عام تعليل فهم الرياحي تسحر عينيك وراجعين معكم بعد شوي 8:41 دقيقة رجعنا معكم في نوفيل جينيراسيون واصلين حتى لتسعة عام تعليل كالعادة على يميني مروان مزين مونغا تي مونغا سيغ ليديا العسلي هلو هلو احمد العجيمي بونسوار ليليا المعمري اهلا وسهلا تحضر معنا وميمة تراد سلي وقوبانتيني انديامو يا برو يا اخي عندكم كان شتي لهنا شنو بتلك قاعده كي العب اللي خسيبوني حاشم وانا قرسان بشوف البرد والله برو بيرده برشا اثار الجبل نتاع اميمه جامعه هابط نقطه فما واج مش واج اش بيك احمد طارق حتى البريك الكليماتيزور انت ماكش بردان احمد سكروه ماكش بردان برده مش ظاهر عليك غد لازم لازم انا من ايش انا من راي نطلع للجبل غادي ادفع يظهر لي ابارامونت من الكليماتيزور يا فهم صحيت انصح الناس شات له غادي للجبل انصح خاطر الناس يتاثروا عندك زاد الفصل 80 زاد مش خايف خاطر الحاجات الفنيه يتاثروا بها الناس بالطبيعه مثلا مسلسل حرق اثروا بها الناس حرقوا ليه عكس على بطل فما جروب فما جروب تبع مسلسل حرقة بدأ ينظم في حرقات جدد اثروا بالمسلسل يعرف دونك الرسالة صحيحة والله مسلسل كما هي والله مسلسل حرقة بالحق هو معناها توعوي اما ما يعرفوش اللي لعبت تحرق ما تفرجش مسلسلات ها لعبت تحرق ما تفرجش مسلسلات اما اللي ينظم الحرقة يتفرج والله ينظم الحرقة يتفرج بيجي هكا يستلهم شوي صحيح يستلهم هقم هذا برميلي قال لجيمي رتحوني عامين ولا ثلاثة من التمثيل هب يرتاح هل بالحق تعمل نفس الرسالة لا فيسا مخرجين اسمع فيك انا خدموني عامين ثلاثة قوبانتيني اميغو دي جي تكمي حاضرة دي جي تكمي حاضرة موجودة الدنيا الكل موجودة وحاضرة الأمور كل حاضرة يلا توتسويت دي جي تكمي هاي
يلا ويلكم بيكم الناس الكل مرة أخرى في الروبريك متاعنا ديجي تيكمي. خنفسر لكم فيت في ديجي تيكمي باش نحكيو فيها توسكي كالعادة ديجيتال وتكنولوجي وإي سبورتس. نبداو بالإي سبورتس وين ما كان الترجي الرياضي التونسي بطل تونس في اختصاص فيفا 21 1 في 1 بفضل لاعب الترجي الرياضي التونسي والشامبيون حبيب العابد حبيب العابد اللي كمل البطولة في المركز الأول بدون أي خسارة واللي فاز في النهائي على جارو غريمو التقليدي النادي الافريقي معناتها فينال ديربي وهزتها لسبيرانس على غيران النادي الافريقي ويهدي اللقب الغالي الترجي الرياضي التونسي. هذا تصريح اللاعب لاعب النادي لاعب الترجي الرياضي التونسي باش نسمعوا مع بعض. يلا نسمعوا التصريح. اسليم اخويا جوبا ابروبو تورنوا 1 في 1 والله كل شيء جاي وزار ما كنتش بريفي باش ندخل عملنا تورنوا في بعضنا جميع الترجي بويس كل جماعي لازم تدخل 5 جوار كمال 5 بلاس البريود هذيك ما كنتش نلعب فوت خاطر ركزنا برشا عام سنين على الكلوب برو رجعت فك دو سيمين هذوك ما قلت لازم نلعب بويسك عندي تورنوا لازم واحد يرجع شوية النيفو دخلت التورلوليني سيت راوند سور سيت راوند سون ديفيت الحمد لله تعديت الكنوك اوت ستيج كيف كيف الفينال وصلت له تجم تقول فيت في في الفينال لقيت شوية صعوبات مي الحمد لله وفقني ربي وكملت شامبيون تونيزي في الفيرست إديشن وريت الترجي برجالها في كل الفروع. أيوة. مبروك للترجي الرياضي التونسي ولاعب الترجي حبيب العابد يتوج بالبطوله هذه كما نقاو في المرتبه الثانيه والثالثه كل من لاعبي النادي الافريقي اسكندر الشيبي وإيهاب مشلا وهكا تنتهي بطوله تونس بالنسبه للفيفا 1 في 1 كيف كيف زاد تنتهي بطوله تونس في البرو كما تعرفوا برشا ناس البرو وليت معترفه من قبل الجامعه التونسيه للرياضات الالكترونيه. بطل تونس في المركز الاول ايوب الونيسي من جمعيه نيبال نايتس المركز الثاني إيهاب سميده من جمعيه فيدرز اي سبورتس والمركز الثالث الهادي برمضان من جمعيه نايتس اوف بيزارت بيزرتام بنزرت. الف مبروك للناس الكل. هكاك انتهت البطوله بالنسبه للفيفا 11 في 11 الفيفا 1 في 1 والبي اس 1 في 1 وبينتون ان شاء الله باش نوافيكم بالاختصاصات المتبقيه. مروان طارق سمعت الفوكال اللي قالوا سلام خويا جوبا ما تحسوش حتى يلعبوا بالمناتات هما معليش يحكيوا كيما جوارات كانوا يلعب في التيران نفس الفازه ولا احنا لعبنا وتكتكنا نفس الموجود نفس الفازه من في الفوكال نحسوا نتاع ثلاثه نتاع الليل ليه تحسوا يحكي معاه بالسرقه تحت الفرش يا وساعه تحسوا مش صحاب جمله قال له خويا جوب نقول لك يا زينه تيتر يحكي معاه في الحومه هو بيدو ديجا قالك الحقيقه ما كنتش محضرها خاطر هو كانوا عملوا كومبيتيسيون مصغره تبع لسبيرانس جي 5 انت ملي جي 5 هو اللي هز الشامبيونات تاع تونس. مروان هو كان يتصور اللي كان خوه جوبا باش يسمع مش اللي خويا جوبا باش يعدى في اي اف ام يعدى في الراديو اللي الفوكال هذا تسمع فيه تونس الكل تو باهي نسكم تصور مساج فوكال نتاعك يسمعوه تونس الكل طارق انا نورمال اما لا جيمي كان يسمع فوكالاته انا عادي في بالك يقولوا يبعثوهم في الجروبات بالسرقه ما نحبش يسمعوا اذان عليه تحرمنا شنو عليه تحرمنا من اذانك اي طن نسمعك من بعد اذان اي سمعك اذان يلا مروان نسكم في 30 ثانيه وضعيه كيفاش تقنع الشخص هذا في 30 ثانيه بحاجه معينه. مروان مشيت ترينا بوكس انا اي وينو المنطق شنو وينو المنطق وينو اللوجيك في مشيت ترينا بوكس عباره قلت لك انت تايكواندو العجيم يطلع جبل والله 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 هاي فامرو ماي باهي باهي ما قبلهاش مروان بالك يقبلها احمد باهي مشيت ترينا بوكس وينو المنطق لا والله عم ترين بوكس قبل ما والله ترين بوكس قبلت بالحق عملت بوكس اي وفاش نجح انك تدخل للساله ما نعرفش علاش حصل بروتوكول احنا قبل البوكس هو في الحومه واحنا صغار كان في التقاليد معناتها اي نعم فهمت باش شنو وضعيه شنو وضعيه والله طارق انا ترينيت راه بوكس انت زاد انا اي تبع في ولد خالتي انا لازمني كي نمشي للبلاد لازمني نعدي نهاري كيما عدي ولد خالتي بالضبط فهمت خاطر انا ما عندي ما نعرف حد حتى غادي حد غادي دونك ولد خالتي وقتها مغروم
كيك بوكسينج كيك بوكسينج هزني معاه انا خضر هذاك السبور اللي النهار الاولاني اللي انا مشيت فيه طلع النهار اللي باش يكسر لونتينور الخشوميت نتاع طارق هذا انا دخلت قلت له خويا راني معنا جديد صحيح خويا شنو الوضع انت ايش قال لك شنو الوضع مشيت ترينا بوكس اول مره اما كذبت على لونتينور قلت له اللي انت حاجه خشينه ياسر في البوكس وكنت ترينا قبل اما قصيت يا اخي هو صدقك فحطك اول روندا في لونتينور مع بوكسوز كاس حيس كيما نقولوا برا نقولوا ليديا مثلا صحيح في الروندا الاولى طيحتك بالكو فيش تقنع البروف هذاك اللي فود فراب معناها مش انت تعب نقنعه فيت فيه بطريقه ذكيه ياسر اش قول له سامحني ليس هنالك فرق بين المراه والرجل في الرياضه اش تقصد طيحتني مراه يعني حاجه عيب هل تقلل من قيمه المراه انت انترينور يعني تربي في اجيال قول له غدرتني انا نقول له اون فراب لي فام صحيت بيسهل فوالا صحيت به ليديا انا نقول له الطرح مشري شنو تترينيه وانتوما طرح مشري اي اي خاطر فما شكون جاي يتفرجوا فيهم وكل ذاك علاش ذاك علاش خليتهم يغلبوني انت فرضا انت اللي جيت تكذب والبوكسوز الصحيحه هي اميمه وطيحتك اميمه بالكاو سامحني اي ما نخرج نقول له شو راه اميمه فما شكون جاي يتفرج فيها وراي وصلتني وعطتني فلوس واجا نقسموهم انا وياك جماعه نقول له راهي طالعه 5000 متر في الجبل شنو المال معناها تهزلها في المورال بتبيع معناها انت الرويري نتاع باش تطلع 5000 متر راك في الجبل راه معناها سي نورمال طايح حاجه كيس حياسك اما انا نقول لك راه انا مانيش قويده اما عني حرش مش نورمال اما انا مانيش قويده قلت لك بيناتنا حد ما يسمع فينا فاما راه عني حاجه نسمع كوبانتيني انا نبني على نبني على اللي قالوا احمد العجيمي ما تتصورني انا كنت ليديا ما انت نقول له ما نجمش نضرب المراه انا ضد العنف ابون وي ما نجمش انا قديش كساده اي نقول له يا ربي ما يعطينيش قلبي انا ما يعطينيش جمله والاربع قضايا انت اللي رافعين بهم من سيل تضرب فيهم هكا اي فمش منها صدقني تعطيني اي حاجه ما نضربهاش نقول باهي مليون شنو ما نضربهاش اللي قلت لك ما فهم لا قيمه يا زوز ملايين ليه 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 ثروه اميمه حبش البوق ولا مقص ليليا انا كان باش نقنعو ما يقتنعش طارق عليه خاطر كي راه بدني ديجا نكذب معناها ديجا مش تاع بوكس يعرفك جمله جمله اميمه انا باش نضرب ليديا معناها ليديا طيحتك او سامحني نقول له شوف كي ليديا مقويها ومزينها من زينها تحت كاو يا ربي اقتنعت ولا ضرب اللغه هذه ها كيفاش طلعت الجبل كيفاش فرموش هي تكلمت وجبل هبط وحده سي بون زهره جبل القمه نتاعو هبط هو هبط وطلع وصل جديد سي بون جبل الاي اي اي دونك يلتحق بينا يحيى مكان ليليا شونجمو اخر اللحظات هكا نختموا باغنيه كي قال لك في المزود يحيى باش يقلب بينا شويه ايوا جزنا المزود وكان خلط الوقت تك يعاود لنا اولاد الغول ماخذه بالخاطر بليديا سي يحيى العويني مرحبا مره اخرى لا 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 مرحبا مره اخرى وبيك عاشوان صحي شنو الاغنيه نتاع تو لطفي جرمان الله يرحمه ينعم تكريم لطفي جرمان صحيح يدي تكريم تكريم الله يرحمه لطفي جرمان يلا يحيى مالا سمعنا اسطوره لطفي جرمان لطفي جرمان يلا هاي سيدي الحب لا بالزهر ما ينقاس واللي ما عنده زهر في حياته يخيب الحب بالزهر ما ينقاس واللي ما عنده زهر في حياته يخيب انا صافيتهم ظنيتهم عز الناس الصاحب صاحب والحبيب حبيب وديتهم بالخير وديتهم بالخير مساس حتى الراس انا ردولي الخير مردوني وعيب هاي 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 يا ويلان سري في بالي
يتخبان خبوه ناس اجواد شعل الخبر وتربان ظني جاب واد قلبي مليان تعبان والله مليان تعبان يا ناري صار عباد يا ناري صار عباد. برافو يحيى ميرسي الله يرحمه لطفي جرمانة مروان الله يرحمه لطفي جرمانة من ليه؟ الطاقة يا اخوي ما شاء الله تبارك الله عليه انه عنده كالطلعات ويسوف مش نورمال والله عنده مستقبل كبير برشا ومازال صغير جون راه اخويا مازال قدام الاغنية ذي نتاعنا عملوا كيسينتي مع بعضنا يحيى انا كان عندي جرح تخبط ذكرت كملوا بأولاد غول انا كنت دخلني ببغاتي وقراني لي أولاد غول هاي سيدي يحيى عديت ايامي بين اللي شاري واللي بياني ضيعت سنيني عايش في غربة ما بين اهلي وناسي ضايع كلامي والقلب حزين في الغرام غنيت معايا كتبنا الحكاية بدموع العين وبديت نغني نغني يا عمري يا فاني تعكست المراية وضاعت الغناية بينا الاثنين هاتي يا دنيا املالي كاسي كاين مكتوب على قياسي سمعوا اهاتي وما سمعوا نغمة عودي آه يا عودي ضاعت كلماتي والقلب حزين في الغرام غنيت معايا كتبنا الحكاية بدموع العين وبديت نغني نغني يا عمري يا فاني تعكست المراية وضاعت الغناية بينا الاثنين الله برافو يحيى يعطيك الصحة يعطيك الصحة انا جيتو كوراج انك تو بارتيسيب في ليميسيون تاع ذا فويس هو يتعمل لو كاستينغ في تونس معناتها ومن بعد والله جيتو كوراج ان شاء الله نشوفوك يحيى لاويلي تروحي في الغربة ترى ها حسيت روحي في الغربة حسب الغناية والله تبارك الله عليه بقى برافو ميرسي شنو هو؟ في ريحة بريك اي رمضان ولد الغرور يعطيكم الصحة كل الفريق مروان قوبة احمد ليديا يعطيك الصحة يحيى عندك على شكون تحب تسلم؟ دارنا داركم امي وبابا واخواتي ويوفا يا ودي ولاد حومتي يا ودي ولاد حومتي امي وبابا واخواتي متاكد والله تاج راسي مره روكي شو يسلم على ولاد حومته درا شنو وصل تعاركت معاهم الكل وميما تراد ميرسي بوكو ميرسي بوكو بور لافيتاسيون الجو ياسر محلاه بالحق يعطيكم الصحة وكهو ا تري بيانتو الجبل الجاي وقتاش الجبل الجاي؟ نعمل بوست تو نرتاح و لو يجبروك انك تهز واحد منا معاك في الطلعه جاي للجبل شكون تهز؟ العجيمي وما ما تعرف اخر مره تحضر معنا فيسكو هزت احمد العجيمي رغم اللي سيليباتير اهو مش متواصل معاك هذه كانت نوفيل جينيراسيون لليوم بعد شويه يكون معكم وليد زريات في العب يلا والربح كالعاده يوصل حتى ل 600,000 احنا نتقابلوا غدوه في نفس التوقيت كانت معنا ويام في الاخراج حلمي ومنذر في الاعداد حازم ويام ايمان في الاف ام تي في غدوه نتقابلوا في نفس التوقيت إلى اللقاء تشاو تشاو